الموت الذي دفن شهوده معه في البحر فضح من رواية عائلة القبطان الفلسطيني أسامة نافذ الذي كان يقود الزورق. شقيقة القبطان التي كانت على اتصال بأخيها حتى اللحظة الأخيرة قبل حادث الغرق أكدت للجديد أن المهرب اللبناني بلال ديب أجبره بقوة السلاح على السير في الرحلة بعد رفضه السفر بقارب غير مؤهل، وهدد بجعل أطفال نافذ وركاب الزورق رهائن. آخر اتصال الساعة 4:21 دقيقة الصبح، حكيت معه قلت له لك انت قال لي بالبحر، قلت له شو عم بيصير معك؟ قال لي الزورق اللانش عم بفوت مي والشباب تحت عم بيقموا المي، قلت له اسامه اذا هي ارجع. قام قال لي انا حكيت مع الدوله اللبنانيه مع الجيش اللبناني انه احنا عم نغرق، وبعت لهم ابلكيشن على طريق سوريا. انجبر اجى اخوي. من مين؟ من قبل مين انجبر؟ بلال نديم المهرب. المهرب اخوي اسامه اتصل ببلال قال له بدنا نموت، جاي بلال لاحقوا باللانش عشان ما يوقف هو واربع اشخاص، ما بدي لهم السلاح كفي او اسا بنروح البيت نقتل ابوك ونقتل اخوتك. حط له الفرد براسه قال له انا اقتلني بس انا ما بحط برميل دم برقبتي. مسكوا حطوا اولاده على الحيط، حطوا اولاده على الحيط بدي اوسو. اجت مرته هجمت على الاولاد، اسامه ببوس ايدك بطل يطلع. اجى اسامه بدي ضوع الوقت، ضلمين في هون حاطين اختي رهينه لانه عارفين اسامه انه بحر وبيفهم بهالشغله. اخته لاسامه القبطان اللي هو خيك رنين. قام قالوا يلا ماشي روح جيبوها، هو كانوا حد يتواصل معي لانه قلت له انا خيي شو بصير معك ابعث لي. قال لي اخوي في واحد اسمه ابو حكمت بالدوله هو اللي ماشي له الطريق. قام اخوي حرام عمل حاله انه بده يطلع، رجع رايح بس هن تركوه، رجع رايح ورايح عن طريق سوريا بده يسلم حاله للسوريين. خيك اللي غير الوجهه راح على صوب طرطوس، كان بده حدا ينقذه يعني؟ بده حدا ينقذه. اه اتصلت بالمهرب؟ اتصلت فيه قلت له طمني عن اخوي وين صار اخوي؟ قال لي ما تهيك يا عمو اخوك رح يخرب بيتي، اخوي ما رح يخرب بيتي واخوك رح مشي. قلت له وين صار؟ قال لي قريب من الاقليميه القبرصيه. قلت له اسمع اذا بصير شيء على اخوي، اذا بصير شيء على اخوي رح اشرب من دمك. قال لي لا ما تخاف رح يوصل. قلت له انه عم بيقول خيي انه المركب محمل زياده عن زوم وما بيمشي قلت له عم بيعمل لا بيوصل بوصل بوصل بوصل. هو شو عباله؟ هو قبض مصاري. اول الناجين وسام التلاوي اكد الروايه وقال المهرب اجبر القبطان على القياده وهدده بقتل اطفاله. شو اللي صار بين القبطان الفلسطيني اسامه نافذ وبين المهرب بلال نديم؟ بيقول له القبطان ما بيطلع بهذا العدد، بيقول له لا بدك تطلع غصب عنك، يا اما من كبر يا اما نقوص لك ابنك صار خلافه وياهن قوي. انتوا كنتوا تحت ولا فوق بالمركب؟ لا انا ما كنت تحت، ما هي على الارضيه بس كنتوا عم تسمعوا الصوت؟ كنا عم نسمع كل شيء. شو كنتوا عم تسمعوا تحديدا؟ كنا عم نسمع انه عم يتناكفوا يا لا بدك تطلع، قال له لا ما في طبيب وما عندك ميكانيكي واللانش منه مؤهل، كل ما يمشي 10 دقائق يرجع يطفي. مزبوط تواصلتوا مع الدوله اللبنانيه؟ جربتوا تتواصلوا مع الجيش؟ اتصلنا مع ال 112، دق حدا لل 112 ما كان حدا يرد علينا وانفقدت كل الاتصالات. هن اكثر شيء دقوا الكابتن كان يدق لبلال ديب ما كان يرد عليه، قال له نحن عم نغرق نحن والعالم عم تصرخ كل اطفال، قال له يلا حودي لك اللانش يشيلكم. اللي كانوا عم يزقوا العالم على اللانش بعرض البحر هن اللي مسلحين. هو من قبل مين؟ من قبل المهرب؟ من قبل بلال. نعم. ديب ما هو هي عصابه مؤلفه مثل اخطبوط، ثلاث لانشات لهون ما كانوا بيزقوا العالم على عرض البحر على الاخر. يعني جربتوا تحكوا معه للمهرب تقولوا له بدنا نفل بدنا نرجع او للقبطان؟ للقبطان وقلنا له بدنا نرجع ردنا، والقبطان دق لبلال قال له نحن حنرجع، قال له اذا بترجع قاتلك، قال له ما بترجع. بس صار يقول له بده يرجع بيكبوا له اولاده بالبحر، يعني ما كانوا يخلوا حدا يرجع كانوا كلهم مسلحين. وإن لم يجتمع الناجون كافة على موجة واحدة حين قاوموا البحر أكثر من 52 ساعة، إلا أنهم أجمعوا على رواية واحدة لمأساة المركب هي حكاية المهرب والرهائن والقبطان. زهراء فردون، قناة الجديد،